أصل العرب كما قيل من قحطان، وكلنا يذكر في قصص الأنبياء لما عاش إسماعيل عليه السلام ابن الخليل إبراهيم عليه السلام في مكة، تزوج امرأة جرهمية من جرهم، وجرهم ابن قحطان، فأصل العرب يرجع إلى قحطان وإسماعيل عليه السلام. عاش العرب في الجزيرة العربية زمناً طويلاً على التوحيد، على توحيد الله جل وعلا، يعبدون الله، يطوفون بالبيت، يحجون لله جل وعلا، دينهم التوحيد، عرب ويدينون بدين الله جل وعلا. حتى حصل أمر تسبب به رجل واحد، من؟ إنه عمرو ابن لحي. خرج من مكة، كانت مكة على التوحيد، قاصداً الشام وبالتحديد البلقاء، فوجد فيها قوماً يسمون العماليق، ووجدهم يعبدون أصناماً، فاستغرب، ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا هذه أصنام. قال ما تصنعون لها؟ قالوا نعبدها. قال ولم؟ قالوا له نستنصرها فتنصرنا، ونستمطرها فتمطرنا. قال هذه تمطركم؟ هذه تنصركم؟ قالوا نعم، جربناها سنين طويلة. قال هل تعطني منها؟ فأعطوه صنما، فأخذ صنما معه عمرو ابن لحي، أخذ صنما من الشام وذهب به إلى مكة. استغرب أهل مكة، ما هذا الذي تفعل يا عمرو؟ قال هذا صنم جئت به من الشام، نعبده، نستمطره فيمطرنا، ونستنصره فينصرنا. ماذا؟ صنم يمطركم وينصركم؟ قال نعم. فإذا به يقنع أهل قريش، وقريش وكانوا على التوحيد، واقتنعت القبائل حوله فصنعت أصناما، وكل منها عبد من دون الله جل وعلا. حتى التلبية، التلبية التي كانت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كانت العرب تحج إلى البيت وتلبي، غيروا حتى التلبية. شيطان أدخل عليهم عبادة الأصنام بسبب عمرو، وغير حتى التلبية، فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. بدأوا بالتوحيد وختموا بالشرك، فقال الله عز وجل فيهم، قال الله جل وعلا فيهم وما يؤمن أكثرهم بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، دب الشرك بينهم، انتشر الشرك بين العرب، كانوا على التوحيد لكن بدأت الأصنام تنتشر بسبب من؟ بسبب رجل واحد اسمه عمرو ابن لحي، أدخل الشرك في جزيرة العرب، ورآه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يجر في النار بسبب إدخاله الشرك للعرب وإلى جزيرة العرب.